مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت. رح ناخدكم بجولة سريعة لنتعرف فيها على آخر أخبار النجوم والمشاهير محليا عربيا وعالميا. انطلقت من أيام قليلة عمليات تصوير المسلسل الجديد يا أنا يا هي بمدينة دمشق تحت إشراف المخرج فادي وفائي، والعمل من بطولة نجمتي الكوميديا بسوريا والأردن الفنانتين أمل عرفة وأمل دباس، وبيستضيف العمل ضمن حلقاته عدد من الفنانين منهم وفاء مصلي وائل زيدان عاصم حوات غادة بشور وغيرهم. العمل كوميدي قصير مؤلف من 15 حلقة بموسمه الأول على أن يكون في مواسم تانية لاحقاً، وبتدور أحداث العمل حول صاحبة منزل بتحاول بيع منزل والدها يلي ورثته منه، فبتحاول مدبرة المنزل منعها من البيع لتتوالى المفاجآت الكوميدية الغير متوقعة. طلال مارديني يدخل الدراما الكويتية. عم يرجع الفنان السوري طلال مارديني للكتابة من خلال تأليفه مسلسل كويتي بيحمل اسم فضة، وبدأت عمليات تصويره مؤخراً ليكون على قائمة أعمال موسم رمضان 2025. بتدور قصة العمل حول فتاة يتيمة بتعارك الحياة ضمن أحداث درامية مشوقة، وهو من بطولة عدد من الفنانين الخليجيين منهم ليلى السمان، جاسم النبهان، وعبير أحمد وغيرهم. ويعتبر فضة تجربة مارديني الثانية بكتابة الأعمال الخليجية من بعد المسلسل الإماراتي حدك مدك يلي انعرض ب 2018، ورح يطل طلال مارديني بالموسم الرمضاني المقبل بمسلسل السبع وأيضا ما اختلفنا. نيلي كريم تتألق بأسبوع الأزياء في الرياض. تألقت النجمة المصرية نيلي كريم بإطلالة أنيقة من تصميم السعودية هنيدا بأسبوع الأزياء بالرياض، وكانت افتتحت نيلي كريم أولى عروض الأزياء بفستان أسود مزين بعباءة فاخرة، وأثارت إطلالة نيلي إعجاب الكثيرين، فنشرت على حسابها على إنستغرام صور إلها ولعدد من عارضات الأزياء المشاركات، وقالت اليوم الأول من أسبوع الأزياء في الرياض كان مليء بلحظات رائعة. وعلى الرغم من حضور نيلي أسبوع الأزياء إلا أنها أعلنت عن غيابها عن دراما رمضان 2025، وهي المرة الأولى يلي بتغيب فيها من سنوات. هي كانت جولتي السريعة على آخر وأهم الأخبار الفنية بالساعات القليلة الماضية. أكيد موعدي معكم بتجدد بكرة بترندات المشاهير والنجوم المفضلين عندكم. باي.